الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب هيئ لنا من امرنا رشدا اللهم اجعل معونة قرهما لنا سندا اللهم اجعلنا يا مولانا من عبادك السعدا اللهم اكثر لنا الامور واشرح لنا الصدور اللهم احرم العقد من حياتنا واطرد الشيطان من بيوتنا والف بين قلوبنا اللهم اشف كل مريض اللهم ارحم كل ميت اللهم رد كل غائب الى اهله سالما غانما اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا اللهم تولى امرنا اللهم احسن خلافنا اللهم لا تشمت فينا اعداءنا اللهم بلغنا مما يرضيك امالنا اللهم اسقنا بيد نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها ابدا امين. واشهد ان لا اله الا الله لا ننظر الى الصور والاموال ولكن ننظر الى القلوب والاعمال اسمع الى مولانا تبارك اسمه وهو يقول بالحديث القدسي الجليل لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر إلهي يا من يعلم السر والنجوى لا ينظر إلى الصور والأموال ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال نعم لقد خلقت خلق الألسنة من أحلى من الحسن وقلوبهم أمر من الصبر ألسنة أحلى من العسل وقلوب أمر من الصبر ألسنة أحلى من العسل وقلوب أمر من الصبر فبما حلفت لأتيحنهم فتنة تدعو الحليم منهم حيران فبما حلفت حلفت الله يقسم بذاته فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران أبي يغترون أم علي يجترئون أبي يغترون أم علي يجترئون لقد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم امر من الصبر فبي حلفت لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيران ابي اغترون ام علي اجترئون ايها الموحدون من الواحد من الواحد
من الواحد من الواحد من الواحد من الواجد من الماجد من العليم من العلام من العالم من القدير من المقتدر من القادر من المقيت من الحسيب من الرقيب من القريب من الشهيد من الحميد من المجيد من الحليم من الحكيم من العليم من المقتدر من الكبير من المتعال من القوي من العلي من الولي من الولي من الغني من الرافع من الخافض من المغني من المعطي من المانع من المعز من المذل من المحيي من المميت من الواجب من الماجد من الواحد من الواحد من الواحد وحد الواحد وحد الواحد إلهي يا إلهي الله يدري كل ما تضمعه يعلم ما تخفي وما تظهر الله يدري كل ما تضمر يعلم ما تخفي وما تظهر يعلم ما تخفي وما تظهر وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن ينصر الله الله يدري كل ما تضمر الله يدري كل ما تضمر يعلم ما تخفي وما تظهر وإن خدعت الناس لن تستطع خداع من يطوي ومن ينصر ابن آدم ابن آدم إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله إذا تذكر عن الأرض لك فقل يا الله إذا سألت فقل يا الله إذا استعنت فقل يا الله إذا توكلت فقل يا الله إذا نمت على فراش المرض فقل يا أغلقت الملوك أبوابها ولم يبق إلا بابك إلهي إلهي نامت العيون نامت العيون وأنت لا تأخذك سنة ولا نوم
إلهي هجعت الأسماك في البحار ونامت الطيور في الأشجار ولم يبق إلا أنت واحد يا قهار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو نبي الإخلاص، نبي علمنا الإخلاص لله وهدانا إلى الله. اسمع إليه وهو يقول في حديث الشريف: يسير الرياء شرك، يسير الرياء شرك، القليل من الرياء شرك بالله، شرك بالله. الإخلاص شجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء. والرياء شجرة خبيثة جثثت من فوق الأرض ما لها من قرار. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم باعد بيننا وبين الرياء كما باعدت بين المشرق والمغرب. سيدي أبا القاسم يا رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة إلى أين؟ إلى أستاذنا إلى أين؟ إلى أستاذنا ومرشدنا ومعلمنا وقائدنا، إلى حبيب القلوب، إلى سيد الخلق، إلى حبيب الحق، إلى المصطفى. أيها السادة الأعزاء، مع الدرس 77 بعد 103 أنتقل بحضراتكم الآن ليكون لنا شرف الاستماع اليوم إلى رسول الله. فإلى هناك أيها الإخوة الأعزاء، أرى الحبيب محمدا الآن جالسا بين أصحابه يحيطون به كما تحيط النجوم بالقمر والجنود بالعلم. إنه الآن يجلس في مجلس علم، وما أكثر مجالس علمه. إنه الآن يشخص الداء ويصف الدواء. ماذا يقول لنا اليوم حبيب قلوبنا محمد؟ يقول لنا في حديث جامع مانع. اسمعوه وصلوا على الحبيب. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحبيب. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تبابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حديث لو لم يقل النبي غير هذا الحديث في إصلاح المجتمع لكثر.
إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إياكم كلمة تحذير من رسول الله، إياكم والظن، يعني حذروا الظن. وما هو الظن الذي حذرنا منه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الظن الذي حذرنا منه هو ان ظن باهل الخير سوءا. اذا ظننت باهل الخير سوءا فقد ارتكبت كبيرة نهى الله عنها ونهى الحبيب محمد عنها. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. اذا ظننت بأهل الخير سوءا وأخذت تعرف على الناس المساوئ وتلتمس لأبرياء العيوب فقد وقعت فيما حرم منه الله ورسوله. واسمع معي الى ما قاله سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو يقول ثلاثة لا يسلم منها احد: الظن والطيرة والحسد. فإذا ظن أحدكم فلا يحقق، وإذا تطاير فلا ينجح، وإذا حسد فلا يبغي. تعالوا لنسلط الأضواء على هذا النص النبوي الشريف. الحبيب يخبرنا بما يدور في نفوسنا وفي طيات قلوبنا، فيقول وهو الطبيب العليم بما يقول: ثلاثة لا يسلم منها احد. اولها الظن، فالناس دائما يظن بعضهم في بعض، لا يلتزمون الاعذار لغيرهم بقدر ما يقيمون عليهم ادلة الاتهام. الناس دائما ينظر بعضهم الى بعض نظرة الظن. والمعارف تنقسم الى اربعة اقسام: علم وظن وشك ووهم. اما العلم فهو ادراك اليقين الكاذب، واما الظن فهو ادراك الطرف الراجح، واما الشك فهو تساوي الطرفين، واما الوهم فهو ادراك الطرف المرجوح. فماذا يريد ان يقول لنا حبيبنا؟ يقول لنا: اذا تقرب الظن الى قلب احدكم فلا يحقق. يعني اذا رايت انسانا يصادق انسانا، فاذا ما دخل الظن قلبك وقال لك انهما يتعاونان على معصيه الله او على تحريم المخدرات او على ارتكاب المخالفات، فعليك
عليك ان تستعيذ بالله من شر هذا الظن ولا تحقق هذا الظن، فانك اذا حققته فقد وقعت فيما حذر منه الحبيب المصطفى. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعد الظن؟ الطيره. وما هي الطيره؟ الطيره هي التشاؤم، والتشاؤم كما قال الحبيب محمد الطيره شرك بالله. الطيره هي التشاؤم، والتشاؤم شرك بالله. اذا رايت انسانا وانت متوجه الى عملك، وانت اذا رايته تشاءمت من صباحه، اذا تفرد الشؤم الى نفسك فاعلم انك قد اشركت بالله، وعليك ان تجدد ايمانك ايمانه، لان الله يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. هو مولانا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذا جاءك ضيف وقدمت له شيئا من الواجب فانكسر الاناء وانت تقدم له هذا الواجب، فلا تقل ان دخوله علينا دخول شر، لا تقل ان وجوده بيننا شر. اذا تشاءمت من احد فاعلم ان قلبك قد رداه الشر. اذا دخل عليك انسان وعندما وطئت قدماه ارض بيتك انقطع المصباح فجأة، فلا تقل انه انقطع لاجل وجه فلان، لان الله يقول وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وبعد ذلك قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. ان اطفاء المصباح ليس شرا، بل قد يكون فيه خير كثير. قد يكون هناك انسان جد النزاع بينه وبين زوجته، وحاول ان يضربها او يطلقها، فلما اطفئ المصباح جلس وهجع، واطفئ الصاروخ غيظ. لقد اطفئ المصباح والرسول صلى الله عليه وسلم جالس بين اصحابه، فقال الحبيب لهم انا بالله وانا اليه راجعون. قالوا او مصيبة تلك يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى ما اطفئ المصباح بين قوم الا غفر الله لهم. المؤمن لا يعرف التشاؤم ابدا، لان المؤمن شديد اليقين بان كل شيء خلقه الله بقدر. وكم من اناس ملأ الشؤم عليهم حياتهم، كم من اناس بنوا الاقدار والقضاء على ما يبنونه على رؤيا الناس. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التفاؤل ويكره التشاؤم. كان يتفاءل باسم الحسن، ولذلك قال الحبيب المصطفى
حق الولد على والده ان يختار له الاسم الحسن، وان يستنجب امه، وان يحفظه كتاب الله. كان يختار الاسم الحسن ويتفاءل بالثياب البيض ويتفاءل بالرؤيا الحسنة، وكان لا يقبل التشاؤم ابدا، بل قال ان الصور شرك، اي ان التشاؤم شرك بالله. وقال اذا تطاير احدكم فلا يرجع. اذا جاءك انسان قبل ان تبيع شيئا وقال لك اعطني هذا الشيء سلفا بعد شهر، فلا تقل له انني لم اصطبح حتى الان، فاذا بعت سلفا فان ذلك تشاؤم، لا تقل له ذلك، لان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال: رايت مكتوبا على ساق العرش ليله المعراج الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانيه عشر مثلا. الصدقه بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر مثلا. اذا اقرضت انسانا مالا او بعت له بالاجل وصبرت عليه، اذا كان الاجل شهرا مثلا، فلك بكل يوم ينزل من الشهر حسنة عند الله، لك بكل يوم يمضي حسنة عند الله. فإذا مضت المدة المضروبة بينك وبينه ولم يؤد الثمن، كان لك بكل يوم بعد ذلك حسنتان عند الله. واسمع معي، اسمع معي الى ما قاله سيدنا المصطفى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يأتي الله برجل يوم القيامة فيقول له: يا عبدي، اعطيتك مالا فماذا صنعت فيه؟ فيقول العبد: يا ربي، كنت أبيع وكنت أنصر الموسر وأتجاوز عن المعسر. كان يعمل تاجرا، إذا جاءه من يشتري وكان قال له: اجل الثمن ربما تحتاج اليه. المشتري يريد ان يدفع الثمن عاجلا، وهذا التاجر يقول: اجله ربما تحتاج اليه. اما ان كان المشتري معسرا فان التاجر يقول له: تجاوزت لك عن الثمن ابتغاء مرضات الله. فماذا قال الله لهذا الحق؟ ماذا قال له الله؟ قال له: يا عبدي، انا احق بذلك منك، خذوه يا ملائكتي الى الجنه. الى الجنه. يا معشر المسلمين، هذا هو خلق الاسلام ومعاملة المسلمين. يقول سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. ولقد سألت عن الامانة
دخلت عن الأمانة بين الناس فوجدتها قد كفنت. دخلت عن الأمانة في مجتمع الناس هذا فقالوا لي أعظم الله أجرك في الأمانة. سألت أين هي؟ قالوا إنها في النزع الأخير. وذهبت لأعودها وهي على فراش الموت ولقنت الشهادة وكنت أظنها ستظل بيننا، ولكنها قالت لي أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سألت عن الأمانة فقالوا أسلت. سألت عن الأمانة فقالوا كفنت. سألت عن الأمانة فقالوا إنها يصلى عليها. سألت عن الأمانة فقالوا إنها حملت على أعناق الرجال. سألت عن الأمانة فقالوا لقد دفنت. سألت عن الأمانة فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وعدت بالذاكرة إلى هناك إلى هنالك فهناك فرق بين هناك وهنالك وهنا. هنا للمكان القريب وهناك للمكان الوسط وهنالك للمكان البعيد. فأي الأسماء أختار وأي الظروف أعين؟ رجعت بالذاكرة إلى هنالك وطفت في أحد شوارع الكوفة في بلاد العراق فرأيت رجلا يسمى ثابت بن إبراهيم يمشي في أحد شوارع الكوفة فوجد حديقة غناء وقد سقط من أشجارها تفاحة خارج سور الحديقة. فمد الرجل يده إلى التفاحة فأكل نصفها، وبعدما استقرت في معدته تذكر أنه لا يملكها فكيف أكلها وهو لا يملكها. فأمسك عن أكل النصف الباقي وذهب إلى حارس الحديقة وقال له يا عبد الله لقد أكلت نصف هذه التفاحة فهل تسامحني فيما أكلت؟ فقال له حارسها وكيف أسامح وأنا لا أملك السماحة إلا الذي يملك السماحة صاحبها. فقال ثابت وأين صاحبها؟ قال له بينك وبينه مسيرة خمسة أميال. فذهب ثابت إلى صاحبها وطرق عليه بابا. طرق الباب على صاحب الحديقة وخرج صاحب الحديقة. ألقى ثابت عليه السلام فرد السلام.
قال ثابت وهو فزع قلق: يا عبد الله، أتدري فيما جئتك؟ قال: لا. قال: جئتك لتسامحني في نصف تفاحة أكلتها. وها هو ثالثها الآخر. فقال له صاحب الحديقة: والله لا أسامحك إلا إذا قبلت شرطي هذا. قال له ثابت: وما هذا الشرط يا عبد الله؟ قال له صاحبها: أن تتزوج ابنتي. فقال الرجل: وهل هذا يعتبر شرطا؟ تسامحني وتزوج ابنتك، هذا فضل عظيم. فقال له صاحب الحديقة: اذا قبلت زواجها سامحت. فقال له الرجل: قبلت زواجها. قال له: حتى لا اغشك، فان ابنتي هذه صماء لا تسمع، عمياء لا ترى، بكراء لا تتكلم، كسلحة لا تقوى على الخيام. لا اله الا الله. لا اله الا الله. عمياء صماء بكراء قعيدة. فقال له ثابت: قبلت زواجها على بركة الله ورسوله. وما لي لا أتاجر فيها مع الله. ما لي لا أتاجر فيها مع الله. وعقد الزواج وهو لا يراها. عقد الزواج وهو لا يراها. وقال له ابوها: ان شئت جئتنا بعد صلاة العشاء فانني ساعدتها لك في حجرتي هذه لتدخل بها. وصلى ثابت العشاء وجاء ليدخل بهذه العمياء البقماء الصماء القعيدة، وكأنه داخل إلى معركة حامية وطيس. فلما دخل عليها حجرتها ألقى عليها السلام: فإنها إذا كانت لا تسمع فإن الله يرد عليه بالنيابة عنها. فلما ألقى عليها السلام ردت عليه السلام وقامت وقفت. ردت عليه السلام وقامت لتصافحه. فعجب: ما هذا؟ لماذا اخبرني ابوك عنه بما اخبرني؟ لماذا اخبرني عنك بما اخبرني؟ قالت له: وماذا قال ابي؟ قال لها: اخبرني بانك عمياء
قالت والله ما كذب ابي انني عمياء لا انظر الى ما يغضب الله. اخبرني انك مقلاة. قالت صدق ابي والله لا اتكلم بكلمة تغضب الله. اخبرني بانك صماء. قالت له نعم والله لا اسمع الا ما فيه رضا الله. اخبرني بانك كسيحة مقعدة. قالت نعم لانني لا امشي الا الى بيوت الله. الى بيوت الله. لا امشي الى مكان يغضب الله. لا امشي الى مكان فيه غضب الله. يقول الرجل فنظرت الى وجهها فاذا هو قطعة من الخمر. ودخل بها وانجب منها عبدا تقيا نقيا خاشعا لله. اتدرون من هذا العبد؟ اتدرون من هذا الذي رزقه الله منها؟ انه الامام ابو حنيفة النعمان بن ثابت. انه الامام اعظم ابو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رضوان الله. ايها الاخوة الاعزاء، فليس نساءنا حمياوات مثلها، وليس نساءنا صماوات مثلها، وليس نساءنا بطلاوات مثلها، وليس نساءنا مقعدات مثلها. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. فما التاريخ لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. ايها السادة الاعزاء، اعود بحضراتكم من هنالك حيث مسجد الحبيب الى هناك حيث سابق الصالح الى هنا. وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم كتب على بابها وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. ايها السادة الاعزاء، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنستعرض بعض وصايا الحبيب صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا اله غيره، ان صلاحنا في السير وراء كتاب ربنا ووراء سنة نبينا. ان الاسى يملا النفس عندما نستمع الى رسالة مناحم جيبل الذي اعلن فيها بصراحة ان القدس قد ضاعت من ايدي المسلمين، حيث لا رجعة فيما قال بعد ذلك. ثم ضحكوا على سخون المسلمين فقالوا ان مجلس الامن لم يوافق على توحيد القدس. وقالت امريكا ان قرار مجلس الامن لا يلزم اسرائيل بشيء، وضاعت القدس من ايدي المسلمين. فتعالوا بنا الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تعالوا
تعالوا بنا الى عمر. في العام الخامس عشر من الهجرة كانت جيوش المسلمين هناك على ارض الشام، وعلى رأسها نواب الاسلام خالد بن الوليد، ولواء الاسلام ابو عبيدة عامر بن الجراح، ولواء الاسلام شرحبيل بن حسنة، ولواء الاسلام عمرو بن العاص. فكريوس قال لهم لا اعطيكم المفاتيح لان الذي يتسلم المفتاح رجل ذكرت اوصافها عندما في كتبنا. فمن هذا؟ من هذا الذي ذكرت اوصافه؟ ارسل القادة العظام الى امير المؤمنين عمر بالمدينة ليحضر. فقد تكون الاوصاف متوفرة فيه. واستعد عمر الى الرحيل الى هناك. فماذا ركب؟ هل ركب الشفرليه او المرسيدس بنز؟ ماذا ركب امير المؤمنين؟ ركب دابته واخذ معه غلامه. فكان عمر يركب بعض الوقت ثم ينزل ثم يركب الغلام ثم ينزل. ثم تسير الدابة فارغة لتستريح قليلا. رحمة حتى بالحيوان. رحمة حتى بالحيوان. وبينما امير المؤمنين في طريقه اذا احترضته مخاضة من الطين. فنزل عن دابته وخاض في الطين بقدميه. قال له ابو عبيدة اتخوض في الطين بقدميك يا امير المؤمنين؟ قال له عمر يا ابا عبيدة لقد كنا اذلاء فاعزنا الله بالاسلام، فاذا ابتغينا العزة في غيره اذلنا الله. ودخل عمر الى بيت المقدس وقال القادة ليس النوبة تأتي على عمر وهو داخل، خافوا ان تأتي النوبة على خادم فيدخل الخادم راكبا لعمر يمشي، ولكن النوبة جاءت على الخادم وهو راكب لعمر يمشي. ودخل عمر ماشيا والخادم راكبا. فلما نظر اليه البدر يركع اعطاه المفاتيح فورا وقال له هذا الرجل هو الذي وردت اوصافه عندنا في الكتب يدخل بيت المقدس ماشيا وغلامه راكب وفي ثوبه 17 قرطا. وقام وعد الرقع التي في ثوب عمر فوجدها 17 رقعة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر يا امير المؤمنين. ولكن هي برقع انما هي وسيلة شرف من الله. فمن تواضع لله رفعه. ما هي برقع انما هي مواسير مواسير الله. سيد المتواضعين وأعطي عمر المفاتيح.
فكيف قضى ليلتها؟ كيف قضى ليلة تسلم المفاتيح؟ هل أحضر الراقصين والراقصات؟ هل أحضر المطربين والمطربات؟ هل استمع إلى هذه المغنية التي تقول بأعلى صوتها؟ الموت يغلبني والطيار يعجبني ولا يلي بدر وراه. هذا كلام، هذا كلام يقال. ما هذه المأساة يا بنت شيخ النقار؟ ما هذه المأساة يا بنت شيخ عموم المقار؟ الطيار يعجبني والموت يغلبني ولا يلي بدر وراه. سبحان الله، سبحان الله يا شيخ المقار، سبحان الله يا شيخ عموم المقار. أيليق ببيت القرآن أن تخرج منه مطربة تقول خيفة خيفة؟ لا، الموج يغلبني والطيار يعجبني ولئن بدر وراك. والله عندما قرأت كلمات هذه الأغنية في الجريدة التي لحنها الموسيقار الكبير، الذي لحنها الموسيقار الكبير، عندما قرأت كلماتها قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. يا شيخ المقال، ألم تقرأ على بنتك ذات يوم؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، تمشي على استحياء. يا شيخ المقارئ، ألم تقرأ على بنتك قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فاطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسوله. يا شيخ المقال، ألم تقرأ على بنتك: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا شيخ المقارئ، ألم تقرأ على بنتك: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ولقد حدثت وأنا أقرأ جريدة الجمهورية أمس، 21 أغسطس 1980، عندما قالوا إن هذه المطربة سيلحن لها الموسيقار الكبير أغنية دينية بعد نجاح أغنية خيف للموت يغلبني والطيار يعجبني ولئيم بدر وراك، فيقوم بتلحين أغنية دينية لها. هذا هو الموسيقار الكبير كشف اللسان المضلل، طفل النساء المدنة الذي بلغ من العمر ما يزيد على 60 عاما، ومع ذلك ما زال يقول: جئت لا اعرف من اين ولكني اتيت. لا تعرف من اين؟ سئلت رابعة رضي الله عنها فقيل لها: من اين والى اين يا رابعة؟ قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهو لا يعرف من أين جاء، لا يعرف من أين جاء. سيلحن لبنت شيخنا أغنية أخرى. والذي زاد من حسبي
ان الجريدة قالت ان اباها سيقوم بتفسير القرآن لها على شرائط كذب. الموسيقار يلحن والوالد يسجل لها القرآن. قرآن وغناء. وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. لا يستوي الظلمات مع النور ابدا. الموسيقار يلحن خوفا للموت يغلبني الطيار واجبني. اي طيار اي طيار يجلك الشيخ. اين طيار اي طيار تريدين. اي طيار هذا الذي سيغلبك. واي موج هذا الذي سيعجبك. وما هو هذا الذي ستجري وراءه. اللهم انك تعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم انك تعلم ان دينك اصبح بين الناس هزوا ولعبا. يا معشر الزادة يا معشر الزادة قرآن يسجل وغناء يلحن وكلمات ما سمعت مثلها من قبل ولا قرأت مثلها من قبل. الموج يغلبني والطيار يعجبني ولئن بجري وراك. الموج يغلبني والطيار يعجبني وبيج يعلن اتحاد مدينة القدس. والله اننا لسنا في حاجة الى كل رحلة داخل امرأة الذي كان يباح منذ يومين. رحلة داخل امرأة جنسي صارخ رفيع ساقط. اننا في حاجة الى كل العنوان خفت الامر ركب جمل. خفت الامل ركب جمل. القدس باحت وبيج يتبجح ويتحدى. والمسلمون كيف حال المسلمين. القذافي يعتقل 2000 ويقتل منهم 700. حاسب الاسد بلغ من وقاحته وبلغ من اجرامه انه ارسل فرقة مضرعة الى حي الميدان بمدينة حلب. ودخل الجنود المسلحون البيوت. ولما دخلوا احد البيوت كلمتهم البنات. لان الجنود حاولت ان تعتدي على اعراض البنات. حاسب الاسد السفاح القاتل الخارج يرسل بجنوده ليعتدوا على اعراض النساء. قاومت البنات خطابا على اعراضهن ولكن دون جدوى حتى سقطنا شهداء في ميدان الشرف. حاسب الاسد في يوم عيد الفطر والناس يتبادلون التهاني بلغه ان بعض الفدائيين المسلمين فروا الى المقابر. فارسل الطائرات والمدرعات الى المقابر فنبشوا المقابر واخرجوا منها الموتى. وخلط نيران المدافع على جثث الموتى خشية ان يكون هناك من اختبأ فيها. هذا هو حال المسلمين. ما حال العراق؟ صدام حاكم العراق يهدد اسرائيل بقصف تل ابيب. وانا اقول له يا صدام الحرب ليست كلاما. ان كان عندك مثقال ذرة من الشجاعة فنفذ ما تقول. اما الكلام فما باعت فلسطين وما باعت القدس وما باعت سيناء وما باعت السودان وما باعت الضفة الغربية الا
بكلام العرب ومباركة مجلس النعيم. يا معشر السادة، إنما في مسيس الحاجة إلى الرجوع إلى ميادين الله، إلى حديقة الله، إلى سنة رسول الله. اسمعوا اسمعوا هذه المأساة، اسمعوا هذه المأساة التي قرأتها أنت. شاب يبلغ من العمر 20 عاما ذهب ليصطاد على شواطئ الحجم في الإسكندرية، تعرف على شاب آخر يبلغ من العمر 22 عاما، ثم بعد ذلك أراد أن يقدم صديقه لأمه. الشاب الذي عنده 20 عاما مسلم، الشاب الذي عنده 22 سنة نصراني اسمه يوسف جورج، اراد المسلم ان يعرف النصرانية على امه، على ام المسلم، ليكون النصراني صديقا للحائرة. ولم يدري ماذا بعد هذا، وتعرف النصراني على ام المسلم فاعجبت به، وكان بينهما ما بينهما. فقال الشاب المسلم للنصراني: احذرك من الدخول عند امي، لكن بعد فوات الاوان، بعد فوات الاوان. اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان اذكر لحضراتكم هذا الحادث الذي قرأناه في كتب الادب. كان هناك صديقان حميمان لا يفرق بينهما شيء، صديق كانت له زوجة والاخر لا زوجة له. احب هذا العازب زوجة صديقه وصديقه لا يدري. وذات يوم اتفقت الزوجة مع عشيقها على ان يخلو بعضهما ببعض، فارتبت لزوجها سفرا بعيدا، وبينما زوجها في طريقه الى السفر، وبعدما قطع مسافه لا باس بها، تذكر انه نسي المفتاح في البيت، فرجع لياخذ المفتاح من البيت، فطرق الباب فلم يفتح احد، وكانت زوجتها داخل البيت وظلت فوق الباب، ولكنه لم يسمع الا نباح كلبه الذي يوجد داخل البيت، ونباحه شديد غير عادي. كلما طرق الرجل الباب كلما اشتد نباح الكلب. واخيرا كسر الرجل الباب ودخل فوجد ماذا؟ وجد صديقه فوق زوجته في حال زنا، والكلب قد قتلهما جميعا. الكلب قتل الزوجة وقتل عشيقها، وظل جالسا امام الجثتين كأنه يقول: لا ابرح هذا المكان حتى يأتي صاحبي. فنظر الرجل الى زوجته وصاحبه، ونظر الى الكلب، ونظر الى الكلب، ثم قال: فواسكا
للخيل يحقق حرمتي ووعجبا للكلب كيف يصول. يا اسفا للخيل يحقق حرمتي ووعجبا للكلب كيف يصول كيف يصول. ان هذا الشاب الذي عرف النصرانيين على امه هو دخل ذات يوم البيت فوجد النصراني قد خلا بامه المسلمه فطار صوابه وذهب لبه وقاس عقله وكان معه بندقية فاطلق على النصراني 27 رصاصة مزقه كأنه غربان. أتدرون من التي شهدت على هذا الشاب وقدمته للمحاكمة؟ أمه. ان هذه القصة لا يصح ان تمر بنا مرور السحابة في سمائها. ان هذا الحدث لا بد ان نأخذ منه عبرة. يا شباب المسلمين احذروا مصادقة غير المسلمين. يا شباب المسلمين احذروا مصادقة النصارى. احذروا مصادقة الكفار. فلو علمتم ماذا يقولون لهم في الكنائس لأسفتم كل الأسف ولحذرتم كل الحذر. اعلموا هذه الرسالة واسمعوها. يقول لهم القسيس في الكنيسة اذا حكمك المسلم اطعه واذا حكمته فعلمه الادب. اذا حكمك المسلم فاطعه واذا حكمته فعلمه الادب. اسمعوا الى الوصية الثانية. يقول لهم القسيس اذا البك راء للمسلم خليه بسطة سودة. اسمعوا الوصية الثالثة. يقول لهم القسيس يا شباب النصارى تعلموا الطب لتبتزوا اموال المسلمين وتقصفوا عورات نساء المسلمين وتحددوا نسل المسلمين. ما اشد الغفلة. ما اشد غفلتنا. ما اشد غفلتنا. تعلموا الطب لتبتزوا اموالهم وتحددوا نسلهم وتكشفوا عورات نسائهم. والله الذي لا اله غيره لقد اسفت كل الاسف لاخبائنا الذين اصبحت المهنه عندهم احترافا لا رساله. قال لي احد الاخوه الصالحين السابقين مرضت زوجتي ذات ليله واشتد بها المرض وذهبت الى احدى الطبيبات الى طبيبة متخصصة في امراض النساء. ذهبت اليها يوم الخميس. هكذا يقول الشاب الصالح الصادق. ذهبت اليها يوم الخميس ليلا. يوم الخميس ليلا. وهذه الطبيبة كان ابوها احد علماء الازهر الشريف.
وقال لها يا دكتورة ان زوجتي متألمة في حالة صعبة، فلو سمحت هذه السيارة احضرتها فتعالي معي وهذا ثمن الذهاب والإياب. فقالت له الطبيبة بكل صراحة اليوم يوم الخميس وانا لا انزل في هذا اليوم. فقال لها احضر لك زوجتي الى عيادتك. فقالت له انا لا اعمل هذا اليوم. وابد ابد طبيبة مسلمة كان ابوها ازهرية واخرج لها 20 جنيها اجرة انتقالها فابت. قالت انا لا اذهب ولا يؤتى الي لان اليوم يوم الخميس. وكأن الخميس عندها كسبت اليهود لا يعملون فيه شيئا. الخميس عندها كسبت اليهود. ويرحم الله الحبيب المصطفى الذي قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الطب رسالة انسانية، الطب رحمة، الطب انسانية، الطب حلال، الطب رأسة، الطب اسعاف، الطب نجدة. ويوسفني واسمحوا لي ان اقول هذه الكلمة والمرارة تملأ حلقي وكبدي وقلبي. اقولها وانا مضطر الى ان اقولها. لما اشتد المرض بزوجته لم يجد الا طبيبة نصرانية عندما شاورها على جناح السرعة انتقلت الى بيته وقالت له انها انسانية، الدين لا دخل له والانسانية غالبة. انني اقول هذه الكلمة ولا سيملأ قلبي لحال المسلمين لانني ذهبت الى طبيب ذات عام من الاعراض 1975 التهبت عين اليمنى التهابا شديدا في 8 اغسطس 1975 وذهبت الى طبيب اسمه طه مسلم. ذهبت اليه وجلست بين يديه قال مما تشكو؟ قلت اشكو بألم في عين اليمنى التي تحولت الى احمرار قائم. وقبل ان يكشف او يتكلم وكان ضابطا في القوات المسلحه واسال الله ان يباعد بيننا وبين الاسوار جميعا قبل ان يتكلم وقبل ان يكشف سالني هذا السؤال السمج اطرى بها. فقلت له الحمد لله كف بصرها منذ 20 عاما او يزيد. فقال لي هل انت في حاجة الي؟ قلت له ولم تسأل هذا السؤال؟ انه يكلمني وهو يدق الارض باقدامه كأنه الطاووس طاووس الجهل والسماجة. فقال لي لا علاج لها الا استئصالها من مكانها. ورأيتني اغدو واروح كالطير يمشي من الالم وهو مذبوح. قلت له اسأل الله الا تستأصلها انت فما بلاه الله لا يستأصله مثله. وذهبت الى بيتي والحزن يخيم علي. وصليت العصر ونمت قليلا واذا بي ارى في المنام انسانا جميلا ما رايت اجمل منه خلقه. وضع يده على عيني وقرا لي الفاتحه وقال اتدري من انا؟ انا محمد رسول الله. وستظل عينك كما هي
حتى تلقى الله. يا معشر السادة، وقمت من نومي وذهبت الى طبيب مسلم يشرفني ان اذكر اسمه من فوق هذا المكان في سجل الشرف، انه الدكتور علي مرتضى. وما ان دخلت عليه حتى قال لي: ما لي اراك كئيبا والرجل تربطني به صداقة حيث يطلب كتبي ليقراها. فقلت له: انا ما جئتك للعلاج، وانما جئتك لاطمئن. ما هذا الكلام الذي قاله لي هذا الطبيب؟ فقال لي: لا يقم في صدرك حرج. قلت له: ان الرسول طمأنني قبل ان اتي اليك، وانا اعلم ان كلامه حق. يا اكرم الخلق، ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العملي. يا من له حفظ الشفاعة وحده، يا رسول الله، يا خير من دخلت بالقايا عظمه. فطاب من طيب سن القاع والعكم، نفسي تسوق لقبر انت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. وما هي الا قطرات وبعض المراهم حتى اتى الله بالفرج. يا معشر السادة، على المسلمين ان يستيقظوا، على المسلمين ان يتنبهوا. ما ذهبت امرأة مسلمة الى طبيب نصراني لمرض في الولادة حتى حقنها ومنع نسلها تنفيذا لتعاليم الكنيسة. فكيف نصاحب الاعداء؟ كيف ندخلهم بيوتنا؟ كيف نعمل له على نسائنا؟ اذا فماذا نصنع؟ اسمع الى قول الحبيب محمد: خير الاصحاب من اذا ذكرت الله حالك واذا نسيت ذكرك، وشر الاصحاب من اذا ذكرت الله لا يعينك واذا نسيت لا يذكرك. واسمع الى قول الحبيب محمد صلوات الله وسلامه عليه: لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. لا تصاحب الا مؤمنا، ولا ياكل طعامك الا تقي. ابناء المسلمين، الدراسة على الابواب، احضروا الكتب وذاكروا العلوم قبل العام الدراسي. انما في صراع علمي مع النصارى، كن يكن منكم الطبيب المسلم والمعلم المسلم والصيدلي المسلم والمهندس المسلم والجندي المسلم والمحامي المسلم والمحاسب المسلم والمدرس المسلم. كونوا انتم الاوائل، فقد كان نبيكم محمد الاول على جامعة الانبياء. كونوا انتم الاوائل، ان الان مسنودا لا ينام وتعاليمه لا تمام. استيقظوا يا ابناء المسلمين، دعوكم من الافلام والمسرحيات والمباريات، حضروا العلوم، فبالعلم والتقوى تبنى الامجاد. استيقظوا استيقظوا، احذروا النصارى، احذروا الشيوعيين، احذروا النفاق، احذروا الخبائث، احذروا الخداع، احذروا اللقمة.
اللهم اني اسالك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم ارفع راياتنا ووحد خطوطنا. اللهم ثبت اقدامنا وثبت الايمان في قلوبنا. اللهم احسن ختامنا وتول امرنا وفرج كربنا واستر عوراتنا وامن روحاتنا. اكثر من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وحاسية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. واقم الصلاه.